زي ما قلت لكم، ردات فعل الاهلي وادائه الرائع في الامارات كان محل تقدير الجميع. هنشوف ردات الفعل العراقيه والزميل العزيز والصديق الكابتن ميثم عادل. وميثم عادل يا جماعه ممكن يدخل بكذا صفه، هو مدرب اولا، لاعب دولي عراقي كبير، حاليا مدرب، محلل وناقد رياضي له راي، له رايه له قيمته كمان. كابتن ميثم مساء الخير. نور والسرور استاذ ابراهيم الغالي ولمشاهدي قناه الاهلي، وتحيه طيبه للجميع. تحياتي ليك، وقول لي كيف تابعت كاس العالم للانديه واداء الاهلي فيها؟ والله صراحه بدايه الله الله على الاهلي فعلا. يعني هذا الاهلي القمه، اسم على مسمى، هذا النادي اللي وجد لينشر الفرح والسعاده في اوقات تكون الابتسامه يا استاذ ابراهيم مجرد حلم. صحيح. بالفعل مفخره مصر وحامل لواء القاره السمراء، اينما ما يكون الاهلي تكون القيم والامجاد وصناعه التاريخ. هذا اقل ما يقال عن هذا النادي العظيم صراحه. يعني زين، الكلمات تعجز عن الوصف. فاقول لكم من خلال قناتكم الموقره مبروك للنادي الاهلي وجمهوره العظيم والاسره اداره القناه الموقره هذا الفوز الكبير على نادي كبير طبعا وعظيم مثل نادي الهلال. لم ياتي هذا الفوز على نادي صغير، بل جاء على زعيم القاره الاسيويه الاوحد. يعني بالفعل قيمه هذا الفوز، وانا من وجهه نظري وقلتها في اكثر من لقاء، قيمه هذا الفوز ليست في البرونزيه العالميه فقط، انما كان يا استاذ ابراهيم على زعامه نصف الارض اللي حسمها النادي الاهلي لصالحه. طبعا انت تعرف جيدا ويمكن الناس يعرفون ان الفريق السعودي قيمته السوقيه والفنيه كبيره. صحيح. يعني لو بس اعطيك مثل بسيط وحتى نسر البرنامج والمشاهدين يستمعون لهذا الكلام اللي بعضهم يمكن ما يعرفونه. بيريرا هذا اللاعب اللي طرد في المباراه تبلغ قيمته 66 مليون ريال سعودي، عقد مع هذا النادي لمده 3 سنوات، يعني بالسنه الواحده يحصل على 22 مليون ريال، بمعنى ان بالضبط بالضبط يحصل في كل عقده اللي 3 سنوات على 15,987,282 يورو، يعني مبلغ حتى تعدى ال 15 مليون يورو يا استاذ ابراهيم. وهذا كان يلعب طبعا بويست برومتش البيون، لكن قيمه لاعبي النادي الاهلي الفنيه واداره موسيماني العاليه للمباراه، هذا اللاعب لم يتحمل الضغط الهائل لا من الناحيه الذهنيه ولا البدنيه، ففقد الثبات الانفعالي وطرد من المباراه. اللي اريد اقول لك، اللي اريد اوصله، هذا يبين لنا قيمه النادي الاهلي في المباريات الكبيره وقيمه موسيماني وادارته لهذا النوع من المباريات. وبالتاكيد المباراه صارت مثل ما شافوها الناس، وكيف من اول دقيقه طرد هذا من وجهه نظري وقلت هاني مو هو سبب فوز النادي الاهلي، لا ابدا، النادي الاهلي من الدقيقه الاولى كان هو الضاغط هو الافضل، وان شاء الله يمكن في سياق البرنامج اذا تحب نتكلم عن الامور الفنيه نتكلم فيه. طب قول لي يعني من 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 ناحيه الاداء الذهني العالي للنادي الاهلي واضح جدا، ازاي شفت تعامل موسيماني فنيا وتكتيكيا مع المباراه في مواجهه فريق كبير بحجم الهلال؟ شوف استاذ ابراهيم، قيمه النادي الاهلي وموسيماني في هذه المباراه في مساله غايه في الاهميه، هي فعاليه نظام اللعب من خلال التوجهات التكتيكيه للفريق. بمعنى هاي الفعاليه اللي هي طبعا، شوف انت كيف موسيماني ذكي وعبقري غير نظام اللعب. ليش انا قلت لك فعاليه نظام اللعب؟ لانه غير النظام من ال 3 4 3 لل 4 3 3 في ليله وضحاها. هذا وين؟ هذا كيف سوى هذا الشيء؟ كيف عمله؟ احنا كفنيين كيف نعمله؟ هل هو يعني جاء وحي مثلا؟ لا، هاي دراسه مستفيضه للمنافس وقيمه البطوله وتركيزه العالي. شوف هذا فعاليه النظام اللعب هذا اللي عملها موسيماني في هذا المباراة، ويمكن توافقت وين؟ توافقت مع اوجه اللعب الهجوميه والدفاعيه للفريق، بحيث ان اللعب الهجومي للفريق اللي حصل على 4 اهداف وكان من الممكن ان تصبح 7 لو استغلها فريق النادي الاهلي، اللي يمكن يعني حفظ كرامه النادي الهلال السعودي اللي يستحقها طبعا في المباراه. صحيح. هذا النظام تلائم مع نوعيه اللاعبين الموجوده. شوف كيف، شوف التفكير العالي وفي عمليه التحول، وايضا في المجازفه والمباغته لقيمه موسيماني، المجازفه والمباغته اللي هو دائما يعتمدها موسيماني. في بدايه الموسم هذا لعب بال 3 4 3 فكانت هي عمليه مجازفه ومباغته للخصوم والمنافسين، حتى يمكن البعض من النقاد ما وافقوا او يمكن كان عندهم تحفظات على هذا النظام، لكن قيمه موسيماني في مرونه نظام اللعب وقيمته ايضا في
اللعب تحت الضغط ومسألة كيف يستخلص الكرة في وسط الملعب، وثم التحول عندما وضع ثلاث لاعبين عباقرة، لاعبين أقوياء من الناحية الذهنية والجسمانية والبدنية والفنية، اللي هو السولية وديانج وحمدي فتحي، وبالتالي عمل البلوك في وسط الملعب، ضغط على لاعب الهلال، أخرجهم من تركيزهم. الطرد اللي صار مو بسبب أن اللاعبين فقط استهتروا، لا، يعني مو بس لأن فقط لاعبين الهلال استهتروا، هذا كلام أيضا أنا سمعته في الإعلام وهذا غير صحيح، لا، بسبب ضغط لاعبين النادي الأهلي بالضبط وقيمتهم الفنية، أخرجوا لاعبين الهلال من الثبات الانفعالي. صحيح. كان لازم يكون في أعلى مستوى في هذه المباراة. وبالتالي استطاع فريق النادي الأهلي أن يهيمن على المباراة من أول دقيقة. لهذا أنا أقول ليس الطرد هو من يمكن خلى النادي الأهلي يفوز، هذا كلام في غير 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 متوافق مع الحقيقة أو غير منسجم مع الواقع. بل إن التفوق الأهلي هو اللي أدى إلى توتر لاعبي الهلال وخروجهم. بالتأكيد هذا التكيف، شوف أستاذ إبراهيم، التوافق في توازن يكون توازن متكامل ما بين الإدراك التكتيكي لأسلوب لعب الفريق والمميزات الفنية في المركز اللي يلعب فيه اللاعب. صحيح. هذه نقطة جدا مهمة في الأمور الفنية. هذه تتولد يعني تتولد أن يكون الأسلوب مناسب ومنسجم مع نظام اللعب اللي يلعب فيه، مع العلم هو غيره، فهي هي القيمة الأساسية لموسيماني، بحيث أن التكيف مع متطلبات اللعب مثل ما قلت لك من ناحية المرونة التكتيكية، النظام كانت في أعلى مستواها، النظام كان مرن وكان اللاعبين يطبقونه بكل حذافيرة، وأيضا من خلال مركز اللعب اللي حتى لو تغيرت بعض الأسماء، شوف حتى لو تغيرت بعض الأسماء، إذن القيمة موسيماني في هذه الناحية اللي يمكن مثل ما قلت لك هذا الإدراك أثر سلبا على اليمن على اختلال أوجه اللعب لنادي الهلال، لأنه شو صارت عنده مشكلة وين في خروجه في مسألة الثبات الانفعالي وفي مسألة تركيز اللاعبين لإدارتهم للمباراة، وحتى جارزيم اللي أقيل، يعني النادي الأهلي أعطيك معلومة يمكن أنت تعرفها، أنه النادي الأهلي أقال مدربة اليوم، أقال مدربة بسبب هاي النتيجة القاسية. طبعا هي في إفرازات كثيرة يعني، لكن هذه مثل ما نقول المسمار الأخير في نعش جارزيم اللي وضعه منه واللي وضعه موسيماني ودك في ظهر جارزيم وأخرج جارزيم من تدريب النادي نادي الهلال. يعني بمعنى أن الإدراك التكتيكي كان من أهم عوامل نجاح أسلوب اللعب في حالة تغيير مراكز اللعب وفي حالة تغيير بعض اللاعبين داخل أرض الملعب. هذه هي قيمة الأهلي وقيمة موسيماني. كابتن ميسم سعداء بيك جدا ودايما متواصلين معاك في كل الايام الحلوه. الله يسلمك استاذ ابراهيم وتحياتي لك، وادعو ربي ان يشافي المهندس العزيز عدلي القيعي وان يكون متواجد ويانا في الحلقات القادمه باذن الله تعالى. ان شاء الله تعالى. شكرا جزيلا للصديق العزيز الكابتن ميسم عادل، نجم الكره العراقيه والمدرب ومحلل الاداء وايضا الناقد الرياضي المتميز، على هذه الإطلالة المهمة اللي انتوا شفتوا فيها حجم التقدير لما أنجزه الأهلي وما نفذه لاعبو النادي الأهلي ومستر بيتسو موسيماني.